The most important design in Antique and Play Weekend, live of Routine Live AC. أربعة ذكي إنتاج من لايبول سنتر هو هرمون سنتر لايبين A أربعة A في أربعة تاني سبحان الله اكتيفيشن من فكاتب كنتو ديفاين كوليش أمدان باي ديزاين كوليش سنتي B D لا ديتا ريليفت أر أبدون إن ذا فورم أوف دكتور أربعة تاني B مش دي دايرو مايكرو A والله شكله لا قبل الفصل بدأنا نتكلم عن موضوع اسمه بيتا اوكسيديشن اوبن فاتياسيس قلت بيننا نوعين نوع في الميتوكوندريا ونوع في البيروكسيزوم اللي يهمني قوي بتاع الميتوكوندريا ولما اقول بيتا اوكسيديشن انا بقصد ميتوكوندريا البيتا اوكسيديشن انت فاهم ديفينيشن اوكسيديشن اوبن فاتياسيس انتو ايسيتايل كويس السايت بتحصل في الميتوكوندريا ماتريكس اوف مور ديفيجن سبيشالي الليفل واتفقنا في الخطوات ثلاث مراحل كبار اكتيفيشن اوف فاتياسيس انتو ريسايت واي دي اول محطه المرحله الثانيه اسمها ترانسبورت اوف الريسايت واي للسيتوزول للميتوكوندريا والمرحله الثالثه هي الستيبس اوف البيتا اوكسيديشن بدانا بالاكتيفيشن اوف فاتياسيس وتحوله لإنسايل كوي بإنزيم اسمه إنسايل كوي سنسيتين يوصل الإنزيمين بيطع A and B و BBI بيكسر لBI و BI التفاعل ده بخسر فيه 2 ATP الترانسبورت لعن طريق شاطل تسمى كارديدين شاطل وقلت إن الشورت والمين يمتشين فجاسد ينتقلوا عالي ويزاول كارديدين شاطل ويعدوا الأوتر ويعدوا الإنر يحصلهم اكتيفيشن في الماتريكس ويدخلوا على طول بيتا اوكسيديشن لكن الكارنيتين شاتل دي للفاتي اسيد العقد اسمها شارك كربونا يعني اللونج تشين فاتي اسيد يلا بسرعه يلا البريك بيضرونا ساعه مش ساعه الا ربع يعني الناس بتطلع بره مش عايز تخش تاني بصراحه لازم هنا حب في التعذيب الرز بيتعذب بره حب في البحر سبحان الله والله جايين في صوت كده ما عايزين كل واقف على الباب مش عايز يطلع اللي هو يوصلي ويتقسى لا 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 امشي يا عم ايه يا عم العجله تعالى احط اقعد بس اقعد وزاد انت وخلص بعدين لسه قلت حاجه عشان تخلص هي خدت الجديده يقول لي انت مخلص لسه راجع لسه راجع لسه الستيبس اوف البيتا اوكسيديشن اربعه ركز معايا كلهم ريفرسبل ما عدا الخطوه الاولى ريفرسبل تبدا بانزيم اسمه سايت واي بيسايت واي ده هيدروجينزم في الباد يطلع فات اتش يو 2 ويديني دلتا 2 بلاس يا جماعه خلاص يا جماعه يلا بقول بدات بسايت واي 16 كربون اهو بسايت واي ده هيدروجينز دخل فات طلع فات اتش 2 كونت مركب اسمه دلتا 2 ترانس انويل كويل واتفقت اسايل كويل هيبريد في نوع انواع حسب مقاس الفاتياس اكتر نوع بينقص النوع بتاع الميديم تشين فمرض هناخده اسمه ميديم تشين اسايل كويل هيدروجين ديفيشنسي او ام كات ديفيشنسي الدلتا 2 ترانس انويل بضيف ميه وافك الدبل بول وميه يعني اتش و اتش بحط على الالفا اتش وعلى البيتا اتش فيبقى عندي في البيتا او اتش فهسميه بيتا هيدروكسي سايت وي والبيتا هي ثلاثة ينفع اسميه ثلاثة هيدروكسي سايت وي بنزيم اسمه بيتا هيدروكسي سايت وي ده
يدخل نات ويطلع نات اتش بلس اتش واشيل اتش اتنين من البيتا يبقى عندي في البيتا كيتون فيديني بيتا كيتو ايسايل كويت. البيتا كيتو ايسايل كويت اقسمه واطلع منه كربونتين بسولت ايسيتايل كويت بينزل اسمه بيتا كيتو ثايوليت وباقي الفاتيات هيبقى نيو ايسايل كويت. النيو ايسايل كويت ده هيبقى شورتر من اللي بدات بيه كربونتين. لو بدا 1 16 ده يبقى فيه 14 ويقدر يمشي بسايكل ثانيه للبيتا اوبتيشن واطلع منه ايسيتايل يبقى ب 12 ايسيتايل كمان يبقى ب 10 لفه كمان وايسيتايل يبقى 8 ايسيتايل 6 ايسيتايل 4 اخر سايكل انا عندي واحد فيه 4 كربون هيديني 2 ايسيتايل كويت. عشان كده ابوظ بالبيتا اوبتيشن اقول هي مالتي سايكل بروتين تحصل في كذا سايكل. في السايكل الواحده بيبقى عندي واحده فات اتش 2 بواحد ونص وواحده نات اتش بلس اتش ب 2 ونص يعني السايكل الواحده ب 4 اي تي. لو عايز احسب الفاتي اسيد بيطلع كام كربونه لازم احسب الفاتي اسيد ده بيطلع كام اسيتايل كوي وكام سايكل. كام اسيتايل كوي احسب عدد الكربونات وعلى 2 وكام سايكل عدد الاسيتايل كوي اللي عندي ناقص 1. ليه عدد السايكل اقل من عدد الاسيتايل بواحد؟ ان في اخر سايكل بيطلع 2 اسيتايل كوي. لو طبقت الكلام ده على البالميتك اللي فيه 16 كربونه هو 16 على 2 يبقى يطلع 8 ستايل كوين بكام سايكل؟ ب 7 سايكل والسايكل ب 4 اي تي بي يبقى 4 في 7 بي 28 والستايل الواحد ب 10 اي تي بي 8 في 10 ب 80 هجمع ال 80 مع ال 28 يبقى 180 وبخسر 2 في خطوه الاكتيفيشن بالستايل كويسنس ديز اروح طالع 2 يبقى 106 واتفق. لو قال لي كومبليت اوكسيشن اوف بال مي تو يل كويك هقول 108 زي ما هما ان هو يدوري اكتر. طب ده لو الفادي اسيد يا جماعه ايفن نمبر اوف كربون في عدد زوجي. طب ايه رايك لو الفادي اسيد في عدد فردي يعني في 11 كربونه مثلا امشي بنفس النمط وفي كل سايكل برضو اقصر كربونتين ويطلعوا بصوره ستايل كويك. يعني انا 11 طب اول سايكل طلع ايه؟ 2 هبقى 9 سايكل كمان اطلع ستايل كوي ب 2 هبقى 7 سايكل كمان اطلع ستايل كوي ب 2 هبقى 5 ففي اخر سايكل بدل ما بيدخل واحد في 4 هيدخل واحد في كام؟ 5 اطلع برده كربونتين في صوره ستايل كوي يتبقى منه ايه؟ 3 كربونات دول اساميهم ستايل كوي ولا بروبيونايت كوي؟ وعشان كده سعاده الباشا الايفن تشين فاتي اسيد كان نيفر جيفز جلوكوز لان كل كربوناته هتتحول الى ايسيتايل كوي. لكن الاون تشين فاتي اسيد كان جيب الجلوكوز كله ولا حته منه؟ حته منه ولا كله؟ اللاست 3 كربون هيدوني بروك يورايل كوي وده ينفع احوله الى جلوكوز. خلصنا الديفينيشن والسايت والستبس. تعالى بقى بالتفصيل نتكلم على الامبورتنس اوف البيتا اوبسيشن. اه اكتب ريتن يس ليش هذا كله كان؟ يلا يا حبي امبورتنس اوف البيتا اوبسيشن. واحد يقول لي يا دكتور وده سؤالي ما معروف يا دكتور انا بعمل البيتا اوكسيديشن عشان دي سورس اوف انرجي مصدر للطاقه بتطلع طاقه لجسمي فيدنج ولا فاستنج؟ فاستنج. يبقى انا بعتمد على الفاتي اوكسيديشن كسورس اوف انرجي وقت الفاستنج. اشمعنى وقت الفاستنج؟ لان وقت الفيدنج عندي جلوكوز ووجود الجلوكوز يجب اي مصدر اخر للطاقه. فامتى استخدم الفاتي اسيد اوكسيديشن كمصدر للطاقة؟ وقت الصيام وقت الفاستنج. يبقى هي سورس اوف انرجي وقت الفاستنج ده رقم واحد. رقم اثنين قال لك الاستايل كوي الناتج ده ليه اهميات. ايه اهميات الاستايل كوي؟ غير طبعا ان يطلع انرجي في الكريب سايكل اهميات اخرى. يقول لك هو البيلدنج يونت الصوره اللي ببني بيها كوليسترول صح. الكوليسترول بنبنيه من الاستايل كوي. كمان ببني بيه كيتون بادلز. في حاجات اسمها كيتون بادلز انا هاخدها في اخر الشابتر ده ببنيها من الاستايل كوي. قول زي ما انت عايز بس اوعى تقول لي هو البيلدنج يونت اوف ذا فاتي اسيد. لا يا دكتور احنا خدنا كده على فكره لما خدنا البي دي اتش لو تفتكر
كان الانفرين في الاديبوس تيشو بينشط البي دي اتش عشان احول الباروبين لستايل كوين. وانت قلت لي ان الستايل كوين هو البيلدينج يونت اوف ذا فاتي اسيد. اه صح، الستايل كوين هو البيلدينج يونت اوف ذا فاتي اسيد، بس عمري ما ابني فاتي اسيد من الستايل كوين جاي من فاتي اسيد اوكسيديشن. اصل ده يعقل يعني، يبقى عبط يعني. هل ينفع اكسر فاتي اسيد واطلع ستايل كوين عشان ابني بيها فاتي اسيد؟ طب ما هي كان فاتي اسيد، سبحان الله وانت بتلعب. يبقى الستايل كوين اللي جاي من فاتي اسيد اوكسيديشن نيفر ايفر استخدمه في بناء فاتي اسيد جديد. عشان استخدم الستايل كوين اللي جاي من فاتي اسيد اوكسيديشن ابني بيه كوليسترول، ابني بيه كيتون بادي، لكن ما ابنيش بيه فاتي اسيد. اما لو عايز ابني فاتي اسيد اجيب الستايل كوين منين؟ من كربوهيدرات اوكسيديشن. يعني اكل جلوكوز، الجلوكوز تبقى بايروبيت، البايروبيت تتحول الستايل كوين. الستايل كوين اللي جايه من كربوهيدرات اوكسيديشن اقدر ابني بيها ايه؟ فاتي اسيد. واحد سالني سؤال يعني ايه حلو ومش حلو في نفس الوقت، يقول لي يا دكتور يعني بالعقل كده هو الانزيم هيبص على الستايل كوين ويعرف كربوناته كان مصدرها جلوكوز فيبني بيها فاتي اسيد، ولا كربوناته كان مصدرها فاتي اسيد فما يبنيش بيها فاتي اسيد؟ يقول لا طبعا مش كده خالص. الستايل كوين از ستايل كوين، بس هو الهرمونات بتاع جسمي بتحب ايه في الوقت ده؟ هرمونات جسمي اللي بتحدد. يعني وانا بكسر الفاتي اسيد انا فيدنج ولا فاستنج؟ فالهرمونات اللي موجوده وقت الفاستنج عمرها ما تبني فاتي اسيد. فالستايل كوين ده اعمل فيه كوليسترول، اعمل فيه كيتون بادي، لان الهرمونات بتحب وقت الفاستنج اعمل دول. لكن سياده الباشا لو انا فيدي وعندي جلوكوز والجلوكوز طلع بايروبين والبروبين طلع استايل كوين، انا فيدي ايه الهرمون اللي عالي في جسمي؟ انسولين. الانسولين بيحب ان يعمل فاتي اسيد من الستايل كوين. يبقى ما حدش يقول لي هو الانزيم بيتعرف على الستايل كوين ويقول انت جاي منين؟ لا، هو الستايل كوين از ستايل كوين، بس الستايل كوين بتاع الفاتي اسيد اوكسيديشن ده بيطلع مع الفاستنج، لان الفاتي اسيد اوكسيديشن بتطلع وقت الفاستنج، وعمري وقت الفاستنج ما هبني فاتي اسيد. فهمت ازاي؟ لكن الستايل كوين اللي بيجي من الكربوهيدرات بيجي وقت ايه؟ الفيدنج. وقت الفيدنج اقدر ابني فاتي اسيد من هذا الستايل كوين. فما حدش يقول لي بتعرف، لا ما بتعرفش، هو ستايل كوين بس هرمونات جسمي حابه ايه اكتر في هذا التوقيت. فهمت ازاي؟ فالستايل كوين اللي جاي من الفاتي اسيد اوكسيديشن يبني كوليسترول، يبني كيتون بادز، او ممكن استخدمه في حاجه اسمها ايه؟ سيتايليشن رياكشن. تفاعلات اضافه الاستايل. لا مش الكوكس، الراجل الثاني كان سالسريت واسبرين، قصه ثانيه بقى. هو يعني انت حلو انك انت بتربط، بس هو تربيط خاطئ يعني، فما تربطش دي. هي الثانيه اسمها استايليش، بس بتيجي من الاسبرين اللي اسمه استايل سالسريت. ده برضه استايليشن بس بيجي من استايل كوين. ده زي مثلا تفاعل تكوين استايل كولين. عارفين الاستايل كولين؟ نجيب الكولين والاستايل كوين فاعمل حاجه اسمها استايل كولين. لكن اوعى تقول للمره المليون ابني فاتي اسيد، ما ينفعش اكسر فاتي اسيد واطلع ستايل كويك عشان ابني بيه فاتي اسيد. وكمان ممكن اقول هنا النمبر اوف الانرجي او النمبر اوف الاي تي بي، الحسبه اللي احنا حسبناها بقى مع بعض بقى بيطلع كام ستايل كويك وكام سايكل، وفي الاخر وصلنا ان البالميتك اسيد بيطلع 106 اي تي بي. يبقى الامبورتنس كلام سهل خالص وبسيط، ولو جت ليا والمصحف ليا هتقول سيادتك يا سورس اوف انرجي وقت الفيدنج صح؟ لا فاستنج يا بوي، فاستنج وقت الفيدنج جلوكوز. هقول كمان الستايل كوين اهميات اصنع كوليسترول صح؟ صح. اصنع كيتون بادي صح؟ استايليشن رياكشن صح؟ اصنع فاتي لا ليه؟ صح؟ استايليشن اللي جايه لا اصنع فاتي اسيد لا، هو اتعود على الطريقه خلاص، هو حفظني للاسف لازم اغير طريقتي. كمان تحسب حسابات الاي تي بي اللي طلع من البالميتك اسيد اللي هتطلع في الاخر 106. ديفينيشن خلص، سايت خلص، ستيبس خلصت، امبورتنس خلصت. تعالى يا حبي ايه؟ الريجوليشن جت في فاينل السنه اللي فاتت. فخلي بالك لازم في الامتحان الفاينل حاجه ريجوليشن. فالريجوليشن الوحيده اللي جت دي. عايز اقول لك بسم الله ما شاء الله وانا بصلح يعني 80% من الدفعه سابت روز. والله العظيم اقسم بالله 80% ما حطوش خط
وكان سؤال بست درجات ما عطوش خط فيه. اللي حط خط فيه 20% و 10% كانوا مذاكرينه كويس وكتبوه صح. ال 10% الباقيين ما كانوش مذاكرينه كويس بس كانوا فاهمين وكتبوه برضه صح وخدوا في المارك برضه بس كان فاهم يعني. وانا بحل بس خلي بالك في الريتن بالذات الام سي كيو كلام فاضي. لكن في الريتن عشان تكتب السؤال كما انزل لازم تكون مذاكره قريب. يعني عينك جت عليه يوم امتحان الصبح رجعته بالليل وهو في دماغك فبتكتبه بالظبط بالاجر. لكن لو انت قاريه من يومين ثلاثه قبل الامتحان صعب تجيبه بالظبط. بس لو انت فاهم هتعرف تكتب واسلوبك بقى تظبط الدنيا. فدايما كنا بننصح الناس يوم الامتحان ايه؟ انت نام مثلا الساعه 12 اصحى الساعه 4 يعني 4 ساعات كفايه قوي. يبقى انت بقى من الساعه 4 الامتحان الساعه 10 6 ساعات حاول تقرا المنهج كله تاني. يبقى انت يوم الامتحان الصبح ايه؟ المنهج ان شاء الله تفرن كده عينك جت على المنهج. انت مش بتحفظ انت حافظ. انت مذاكر انت بقالك 10 ايام بتقرا الفايروس. بس هو الست ساعات دي اللي انت رجعته مره واثنين بسرعه ايه؟ تقلب الورقه كده. فلما تقلب الورقه كده الورقه شكلها في الدماغ تعرف ترسمها بقى في الكتاب. في الريتن ان شاء الله العربي ما انجليش بسرعه. يا ابني انت ما كنت قاعد سنه تحس في الكتاب ده فهتحفظ. المهم جه السنه اللي فاتت. تعالى نشوف نكتبه ازاي. بابا نص سنه ست اسابيع. الناس الشطار فاهمين انا بقول ايه يعني. الناس البايظين مش فارق معاهم حاجه. الناس الشاطر قوي يعني فاهمه قيمه اللي بقوله. قيمه اللي بقوله ده بيفرق جدا في الامتحان. لما عينك تكون جايه عن حاجه قبل الامتحان بتتكتب كما انزلت. عينك بعدت عنها هتجيب خطوط عريضه مش هتجيبها بالظبط. الريجوليشن بحاجتين. اول حاجه بقول هرمون الريجوليشن. والحاجه الثانيه قال لك according to the energy state of the system. السؤال ده جه في السنه اللي فاتت اول امتحان في المودولار سيستم كان فاينل. كان في سؤال هرمونال ده احنا متعودين فيدنج وانسولين وفاستنج وانتي انسولين. هنطبق يلا فيدنج ركز معايا بقى وانسولين دايما كده هرمونال كده على طول وفاستنج وانتي انسولين. ولما اقول ريجوليشن اروح مشغل على طول العقل والمنطق. تعالى نتكلم بالعقل والمنطق. يا بوي الوعي. بص الوعي لو انا فيدي وعندي جلوكوز عالي انا فيدي وعندي جلوكوز عالي ايه رايك اكسر دهون جسمي ولا اوقف تكسير دهون جسمي؟ اوقف. اكسر ليه؟ انا فيدي وعندي جلوكوز عالي ليه اكسر دهون؟ عمري ما اكسر دهون. فالفيدنج والانسولين الوعي يزودوا اللايبوليسز ولا يقللوا اللايبوليسز؟ هيقللوا اللايبوليسز. واللايبوليسز ده هو اللي كان بيطلع فاتي اسيد. فكده هيقل الخفه هيقل الفري فاتي اسيد وده كان السبستريت بتاع البيتا اوكسيديشن. مش انا باكسب فاتي اسيد؟ طب ما فيش فاتي اسيد يبقى اكتيفيشن ولا انهيبيشن؟ انهيبيشن للبيتا اوكسيديشن. بذمتك لو انت مش قاري وفاهم مش دول الكلمتين دول ما سهل يعني كلام سهل. انا فيني وعندي انسولين عمري ما هكسر الدهون يبقى يقل مين؟ اللايبوليسيس. لو ما فيش لايبوليسيس ما فيش فاتي اسيد هتيجي منين؟ طب ما فيش بوفا يا معلم يبقى ده سبستريت وفي البيتا اوكسيديشن يحصل انهيبيشن للبيتا اوكسيديشن. طب مين يقول معايا تاني؟ تقولي معايا؟ لا تقولي معايا اسمك ايه؟ جابر. لو انا فاستنج يا جابر مش باكل فاستنج اكسر دهون جسمي ولا واقف تكسير الدهون؟ اكسر الدهون بتاع جسمي. يبقى في الفاستنج والانتي انسولين اللايبوليسيس تزيد ولا تقل؟ تزيد. يبقى الفاستنج والانتي انسولين اعكس بيزود اللايبوليسيس. لما يزيد اللايبوليسيس يحصل ايه يا غدا في الفوفه؟ تزيد الفوفه. ولو زادت الفوفه يبقى عندي سبستريت يبقى عندي فاتي اسيد فيحصل اكتيفيشن للبيتا اوكسيديشن. في الزبده الكلام ده صعب. والمصحف اللي يقول البايو صح مخلوق. ايه الصعوبه في كده؟ ايه الصعوبه؟ كلامكم ده سهول. ازود بس حته. الفري فاتي اسيد في حته ازودها بس. هل ينفع يا بني اعمل فاتي اسيد اوكسيديشن في نفس الوقت اللي بعمل بيه فاتي اسيد سنتر؟ اه عينك مستحيل. اي تو بس ويز عكس بعض ما يحصلوش في السيم تايم. يا تعمل دي يا دي
ما كانش ينفع تعمل جلايكوليسيس وجلوكوجينيسيس في السيم تايم. ما ينفعش تعمل جلايكوجينيسيس وجلايكوجينوليسيس في السيم تايم. اي تو باث ويز عكس بعض ابدا ما يحصلوش في السيم تايم. هل ينفع اكسد الفاتي اسيد وانا ببني الفاتي اسيد؟ برضه مستحيل. بيقول لك في مركب يسمى مالونايل كوين. اسمه ايه؟ مالونايل كوين. المركب ده بيطلع وقت الفاتي اسيد سينثيسيس، وبالتالي وجود مالونايل كوين معناه ان انا بعمل ايه؟ فاتي اسيد سينثيسيس. يبقى هعمل ايه في الفاتي اسيد اوكسيديشن؟ اوقفها. فالمالونايل كوين ده يوقف الانزيم حبيب قلبك اللي اسمه كابت 1. هو ايه وظيفه الكابت 1؟ يدخل الفاتي اسيد سيتوزول لميتوكوندريا. فلو وقفت الكابت 1 انا وقفت دخول الفاتي اسيد من سيتوزول لميتوكوندريا، يبقى وقفت البيتا اوكسيديشن. حلو قوي. المفتاح بتاعها ما ينفعش اكسد الفاتي اسيد في الوقت اللي بصنع بيه الفاتي اسيد. في مركب بيطلع وقت تصنيع الفاتي اسيد اسمه مالونايل كوين. يبقى وجود مالونايل كوين معناها انا بصنع فاتي اسيد، يبقى لازم في نفس اللحظه توقف الاوكسيديشن والفاتي اسيد. فالمالونايل كوين ده اللي بيطلع وقت الفاتي اسيد سينثيسيس يعمل انهبيشن لانزيم اسمه كابت 1. كابت 1 حصل له انهبيشن، يبقى وقفت دخول الفاتي اسيد ميتوكوندريا، يبقى وقفت البيتا اوكسيديشن. منطقي ولا مو منطقي؟ كلام منطقي جدا. طب تعالى الثانيه برضو منطقيه جدا، عشان كده انا فرحت باللي كتب السؤال ده. فين فين الريجوليشن ده بيقيس فهمك انت فاهم ولا لا؟ according to the energy levels، زي ما الهرمون معناه فيدنج وفاستنج، according to the energy level تقول هاي energy level ولو energy level. ما ده الريجوليشن. يبقى يلا ادي اول حاجه هاي energy وادي لو energy. هو الانرجي ليفل كده، لو انت هاي يحصل ايه، لو انت لو يحصل ايه هرمونال، لو انت فيدنج يحصل ايه، لو انت فاستنج يحصل ايه. طب هاي انرجي، هاي انرجي معناه عندي اي تي بي كتير ولا قليل؟ اي تي بي كتير. طب والنبي قول معايا كده، والنبي قول معايا، والنبي قول معايا، لو الاي تي بي كتير الاي دي بي شكله ايه؟ قليل. طب تعالى تاني، لو الاي دي بي قليل يحصل ايه في الاي تي سي؟ الاي دي سي طرديه تقل الاي دي بي يقل الاي دي سي. والاي دي سي دي وظيفتها انها تحول الناد اتش لناد والفات اتش 2 لفات. لو الاي دي سي مش شغاله يبقى الناد اتش زي ما هو والفات اتش 2 زي ما هو، يعني هيقل الناد والفات. ولو بصيت بطرف عين سيادتك على البيتا اوكسيديشن عايزه فات وعايزه نات، ومفيش لا فات ولا نات، يبقى اكتيفيشن ولا انهبيشن؟ انهبيشن بيتا اوكسيديشن. والكلام ده منطقي. هو غرض البيتا اوكسيديشن مش اني اطلع اي تي بي. طب مش انت هاي انرجي ليفل وعندك اي تي بي، يبقى تزود انتاج الاي تي بي ولا تقلل انتاج الاي تي بي؟ تقلل. ده بالعقل اهو، ده من غير فايل. انا وظيفتي في البيتا اوكسيديشن اطلع اي تي بي. طب سيادتك هاي انرجي وعندك اي تي بي، يبقى لازم تعمل لها ايه؟ انهبيشن. ده بالعقل. بالبايو بقى، بالبايو هاي انرجي معناها اي تي بي كتير، وبالتالي اي تي بي يبقى قليل، فالاي تي سي تقف ما تشتغلش. وقفت يبقى النات اتش زي ما هي نات اتش، والفات اتش 2 زي ما هي فات اتش 2، يبقى ما عنديش لا نات ولا فات. فلو ما عنديش لا نات ولا فات هتقف البيتا اوكسيديشن، وده المطلوب عشان انا هاي انرجي ليفل والاي تي بي كتير، وبالتالي مش عايز اصنع مور اي تي بي. وزينا هتضرني معانا كده وبصيت للبصه اللي بتخوفني، تقول لي دكتور انت يعني في حاجه فايتاني. فايتاني ايه؟ قول يا بنتي. قالت لي مش الفاتي اسيد اوكسيديشن دي بتحصل وقت الفاستنج؟ لا مظبوط. قالت لي ازاي واحد فاستنج وهاي ينفع؟ ينفع ابقى صايم وابقى هاي انرجي ليفل؟ سمعني صوتك ينفع؟ لا مش سامع. ينفع؟ ينفع. بتكسر الفات. ينفع يا بهوان. في فرق ما بين فيدنج وفاستنج، وفي فرق ما بين هاي انرجي ليفل ولو انرجي ليفل. كلمه فيدنج في جلوكوز في الدم، فاستنج ما فيش جلوكوز في الدم بصرف النظر عن الانرجي. ماليش دعوه بالانرجي، عندك جلوكوز في دمك انت فيدنج،
جلوكوز بدا يقل في دمك انت ايه بس هاي انرجي ليفل عندك اي تي بي كتير يبقى انت هاي انرجي عندك اي تي بي قليل يبقى انت ممكن ابقى فاستنج وجلوكوز الدم قليل بس بكسر فاتي اسيد وعندي اي تي بي فانا هاي انرجي يبقى ينفع ولا ما ينفعش فما حدش يفكر فيه يقول ايه دكتور انا صايم ازاي ابقى هاي لا عادي هاي انرجي كميه الاي تي بي في جسمك قد ايه ممكن ابقى صايم عادي جدا والجلوكوز في الدم بدا يقل عادي جدا بس انا بحرق فاتي اسيد بكميه كبيره وعندي اي تي بي كتير طالما عندي اي تي بي كتير احرق فاتي اسيد تاني لا اوقف بقى اوقف ازاي بالميكانيزم ده اي تي بي كتير اي تي بي قليل وقفت الاي تي سي ما عنديش دهان ولا عندي فات لو ما عنديش دهان ولا فات يحصل انيبيشن للبيتا اوكسيديشن طب تعالى العكس لو انا لو انرجي ليفل انا لو انرجي ليفل تعتقد يحصل اكتيفيشن ولا انيبيشن للبيتا اوكسيديشن اكتيفيشن ما انا لو لو انرجي عايز اي تي بي بقى شغل البيتا اوكسيديشن طيب يحصل ده الكلام ده ازاي قال لك لو انا لو انرجي هيبقى عندي اي ام بي كتير هو الـ AMB ده الـ AMB ده دليل هاي ولا لو؟ لو very low لما الـ AMB يبقى كتير هيحصل inhibition لإنزيم اسمه ACC acetyl CoA carboxylase اسمه ايه؟ ACC acetyl CoA carboxylase عارف الإنزيم ده بيصنع مين؟ ده بيصنع المركب اللي اسمه مالونايل CoA الـ ACC هو اللي بيصنع المركب اللي اسمه ايه؟ مارونايل لو الـ ACC inhibited المارونايل كوي يزيد ولا يقل؟ يقل يزيد يزيد ليه؟ يقل يقل مارونايل كوي اضرب عينك فوق مش مارونايل كوي ده كان بيعمل inhibition لكابت 1؟ طب المارونايل كوي قل كابت 1 يشتغل ولا يشتغلش؟ فلو قل مارونايل كوي يحصل activation لمين؟ لكابت 1 فيدخل الفادي اسيد من سيتوزول لميتوكوندريا فيحصل اكتيفيشن للبيتا اوكسيديشن فتطلع انرجي وده المطلوب لان زيادتك فيري لو انرجي الكلام ده نار وشرار ده جه السنه اللي فاتت في الفاينل ودايما المصيبه السوداء في الفاينل واسال صحابك الكبار فينك بسنه ايه اللي بيحصل في الفاينل بيطلع الطالب جاوبته كل حاجه وفي الاخر راس التحرير ليه؟ الإجابات لازم تجاوب، لازم تكتب، لازم كلام متناسق، كلام مقنع. يا جماعة اللي انتوا فيه ده هبل MCQ بتاع اللي بينجح وبيسقط واللي بيخلي واحد أول وأخير فاينل الكتابة. لازم تتعلم إزاي تكتب. لازم تتعلم إيه طبعا MCQ ده سي 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 وخلاص وخلص الموضوع. لا يا باشا الكتابة اللي بتنجح وتسقط. وخلي بالك زيادة لو أنت درجاتك تعدي 60% وما جبتش 40% من امتحان الفاينل لازم 40% على الاقل وانت درجاتك كلها تنجحك ومقفل عملي ومقفل اندو مديول سائق اسمها راس التحرير لازم 40% من الامتحان على الاقل عشان تعدي ورقه فلازم تتعلم من دلوقتي ازاي تكتب ورقه وما تقوليش اسيبها للفاينل مفيش وقت انت اخر امتحان ليك في الاندو مديول والعملي بينه وبين اول ماده في الفاينل اسبوعين يعني هتقعد تذاكر الماده دي اذا الماده اللي بعدها قدامها 5-6 ايام يبقى هيخلها 5-6 ايام قول لي بقى هتعرف تحفظ كده ازاي وانت من دلوقتي بدراسه الموديول تعرف ازاي تحل MCQ وتعرف ازاي تحل ريتم يعني مفيش وقت سيادتك تتعلم ازاي تحل ريتم بعد كده لازم تعلم ايوه يا جونيات بص احنا وانت في سنه اولى اولا ما بحاسبكش على سبيلنج يعني كتبت اي قبل اي ام قبل ان انا لو فهمت الكلمه دي ايه خلاص يعني مش بحاسب على سبيلنج رقم اتنين لو انت بتكتبي جمله وجات كده يعني كلمه مش عارفه تكتبيها ولا عارفه معناها بالانجليزي كتبت في وسط الجمله كلمه بالعربي بتعدي صح لكن مش الجمله كلها بالعربي يعني فاتي اسيد كوز ايمانسيفيكيشن او سوري فوسفوليبيد كوز ايمانسيفيكيشن وانا مش عارف ايمانسيفيكيشن كتبت تفتيت للدهون عدالي صح لكن ما فيش الاحمر ده لا دي يعني كلمه في النص كده بتعدي يلا لو قال لي ريجوليشن اوف البيت او لا عشان الواد ما يستكاش النهارده هقول حاجتين هقول هرمونك وهقول انتو ذا انرجي دي قول معايا يلا
هرمونال فيدنج وانسولين وفاستنج باند انسولين. قول معايا لو في فيدنج وفي انسولين لايبوليسيس يحصل فيها ايه؟ الفوق يحصل فيها ايه؟ ودي سبستريت فور بيتا روتيشن انيبيشن بيتا روتيشن. فاستنج وانت انسولين يا جاكو يحصل ايه في اللايبوليسيس؟ يزيد والفوق يزيد ودي سبستريت يحصل انيبيشن لبيتا روتيشن. المرايل كوين ده مركب يطلع فين؟ في الفاتي اسيد سينثيسيس، فبيوقف انزيم اسمه كاب 20 فبيوقف البيتا اوكسيدج. طب اكوردنج تو ذا انرجي ستيت يا اما هاي انرجي يا اما لو، ابدا عقل وبعد العقل ابدا كده. وادي احمد لو انا هاي انرجي وعندي اي تي في كتير انشط ولا اوقف بيتا اوكسيدج؟ انشط ولا اوقف؟ اوقف ازاي؟ اي تي في كتير يبقى اي تي في قليل توقف الاي تي سي، وبالتالي ما عنديش لا لاج ولا فات انهبيشن بيتا اوكسيدج. طب لو انا لو انرجي اكتيفيشن ولا انهبيشن بيتا اوكسيدج؟ اكتيفيشن. انا لو انرجي عندي اي ام بي كتير، اي ام بي وقف انزيم اسمه اي سي سي كان بيصنع مين؟ مارونايل كوين. كده مارونايل كوين قل يروح الكاب 1 يرجع ويشتغل والفاتي اسيد يدخل الميتوكوندريا فيحصل اكتيفيشن بيتا اوكسيدج. بكرر جت السنه اللي فاتت ولن يشعر باي غضاره ان يجيبها تاني خالص. يس سؤال محترم يا حاج، ده مين كده؟ ممكن ده يعني بس بتقول ممكن اعكس واقول زيادتك ان الاي دي بي زاد فالاي دي سي وقفت فالاي دي سي اشتغلت وعندي نات وبات ممكن تقول يا ده بس ده المين ميكانيزم اللي بنشتغل. يس بكرر تاني وده كذا مره مش بيحبوا في الامتحان موضوع الاسهم. لما بتكتب اسهم بيعرفوا انك انت بتاخد درس، فهمت ازاي؟ وهما مش بيحبوا الدروس وبيعتبرونا ناس مجرمين في حق الوطن، واحنا بنبوظ العمليه التعليميه في مصر، وهما مش عارفين لو احنا وقعنا في بيوتنا والله العظيم نص دفعه هتصرف توتر كمان. فهما ما تقولهمش انك انت بتاخد درس. فاكتب السهم ده اللي فوق الكريز اللي تحت الكريز ليه بزيته وخلص الموضوع. يعني رب. مش عارف اكتب اسهم انكريز وديكريز. انت لو جيت ورا كده انا هيجي لي في الاخر احنا 100 او هي 80 سياب في الفايل، يعني احنا 100 واحد فانتوا دفعتكم 1800 هيجي لي 180 ورقه ممكن ما تبقاش فيهم. يعني انا طبعا اللي فاهم بدرس درجه طبعا يعني اكيد يعني اللي وصلني معلومه انه فاهم بياخد درجه كامله، بس انا اصلح جزء بسيط من الدفعه ممكن ما تبقاش انت فيه وبتصعد في الاخر. هو قدام اللي في ورقه دول انا صلحها لك انا مش عارفك يعني. يلا يا باشا ديسكوربانس وفي الديتا اوبزيشن اكتب ريتن 2020 وبرهان مليون جنيه. انا اول سؤال اراهنك عليه في الدي دبليو السؤال اللي جاي سنين. لو الريجوليشن ده جه السنه اللي فاتت يبقى الديس اوردرز جايه السنه دي وبرهان مليون جنيه. اكتب برهان مليون جنيه وانا عندي كلمتي والله عندي كلمتي مليون جنيه. كتير يعني اكتب يا ابني ليتن 2020 وقت بالرهان فكر نفسك وفكر الرهان كام يا ابني؟ مليون جنيه يا رب ما يجي لا لا كل ظهر يا ابني باذن الله انا هبيع مصر ازاي تركيا؟ عرض بنص يلا يا باشا عندي اربع امراض والأربعة عدد المعدة عبارة عن disorders البيتا وزيد. ركز ده معايا. أول مرض احنا عارفينه اسمه MCAD deficiency. الله medium chain acyl CoA dehydrogenase deficiency. فاكر الانزيم اللي اسمه acyl CoA dehydrogenase اللي بيعمل أول خطوة في البيتا وزيد وقلت لك في منه أنواع بحسب مقاس الفاتي أسيد وقلت لك اشهر نوع بينقص النوع المتخصص في الميديم تشين. فالمرض ده اسمه MCAD deficiency ميديم تشين اسايل كويت هايدروجين ديفيشن. ركز في الاخر لا MCAD عادي كويس قوي صار مقبول كده MCAD deficiency. خلينا نركز معاك وقتها لو انا اكلت ميديم تشين فاتي اسيد
هل هقدر اعمل له ابليشن؟ لا. الميديا مشين هنا ايه؟ موجود في الملك ومنتجات الالبان. فلو عندي ميديا مشين مش عارف هاكسده. طب لو انا اكلت لونج تشين هاكسده الى ان يصبح ميديا. صح؟ اكلت واحد 18 بقى 16 بقى 14 بقى 12 بقى 10 ما اقدرش اكمل عليه بقى. ليه ما اقدرش؟ ما عنديش ميديا مشين اسايل كويت فيحصل له رخر اكيوبريشن. يبقى المشكله في الناحيتين. لو اكلت على طول من بره فادي اسيد ميديا تشين مش عارف اكتبه من الاساس. ولو بدات بواحد جم هاثر فيه كربونتين 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 الى ان يصبح ايه؟ ميديا. وصل ميديا ولا اقدر اكمل عليه يفضل زي ما هو يحصل له ايه؟ اكيوبريشن. والمرض اسمه ايه؟ امكاد ديفيشن. كمان عندي مشكله ممكن يبقى عندي ديفيشنسي في الكارنيتين. فاكر المركب ده اللي كان بياخد الاسايل من الكو اي ويبقى عندي اسايل كارنيتين ويدخل سيادتك الاسايل كارنيتين يدخل الميتريكس؟ الكارنيتين ده نفسه مش موجود. ليه مش موجود؟ ممكن سيادتك قلل سينثيسيس ما تصنعش. وده اسميه برايمري كارنيتين ديفيشنسي. ليه برايمري؟ حصل ميوتيشن في الجين بتاعه عباره عن بروتين ما تصنعش. او حصل سيادتك ليفر ديزيز يبقى ده جيناتيك. او حصل ليفر ديزيز اللي هو بيصنع في الليفر الليفر عنده مشكله مش بيصنع ده اسمه برايمري كارنيتين ديفيشنسي. ليه؟ نقص سيادتك ايه في السينثيسيس مش بيصنع. يا اما جيناتيك يا اما الليفر ايه في ديزيز مش بيصنع. لكن ممكن حاجه اسمها سكندري. حاجه اسمها ايه؟ سكندري. سكندري كارنيتين ديفيشنسي. ليه؟ قال لك والله هو بيصنع بس في زياده في اللص بفقده. ليه؟ في رينال فيلر. يبقى بصنع كويس بس ايه؟ انا نزل مني بريورين. او ممكن زياده في الريكوايرمنت. انا محتاجه بكميات اكتر من الكميه اللي اتصنع بيها. والله انتوا عارفين الكلام ده. عارف الزياده في الريكوايرمنت تحصل امتى؟ الله عليكي الله الله. مين دي ريم ولا مين دي؟ مين دي؟ فين فين؟ اسمك ايه؟ افرع. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. اهل يوم متعلقين. ليه البريجنسي مش قلت لك الست الحامل تمنع وتحرم على نفسها جلوكوز عشان تدي للنونه وهي تعتمد على ايه؟ على الفادي اسيد. يبقى الست الحامل بتحرق فادي اسيد بكميه اكتر من المعتاد فمحتاجه كارنيتين اكتر من المعتاد. فالكارنيتين اللي بيصنعه جسمها ما يكفيهاش فيحصلها سكندري سكندري كارنيتين ديفيشنسي. يبقى نقص الكارنيتين قد يكون برايمري ما بيصنعش. ليه؟ ميوتيشن في الجين بتاعه او الجين سليم بس الليفر هو عشان بيصنع ايه؟ في الليفر. او سكندري هو بيصنع بس ناقص. طب ازاي بيصنع ناقص؟ نزل مني في اليورين عشان في رينال فيلير او انا محتاجه بكميه اكبر من كميه تصنيعه. ده بيحصل في البريجنسي ان الست الحامل بتعتمد بالاساس على الفادي اسيد اوكسيديشن كمصدر ايه؟ للطاقه. يبقى تاني حاجه ناقص الكارنيتين اهو. تالت حاجه ممكن الانزيم اللي اسمه كابت 1 يبقى ناقص. يبقى ديفيشنسي اوف كابت 1. ورابع حاجه ممكن الانزيم اللي اسمه كابت 2 يبقى ناقص. ديفيشنسي اوف كابت 2. اصحى يا بايظ يا فاشل يا حقيق. اصحى يا بايظ. بقول لك جاي في امتحان ومراهن بمليون جنيه. انت بتهزر؟ ده برهان. والله ما تقعد تقول لي مليون جنيه. حرمك بالميراث يا بايظ يا فاشل. واسع توته بقى. يبقى اربع امراض الاربعه اسمهم ديسوردرز في البيتا اوبزيشن. اول مرض اسمه ايه؟ ام كات ديفيشنسي. فمش قادر اكسب الميديا من شيف فادي اسيد. ولو عندي لون هاثره الى ان يصبح ميديا وبلاد ما اقدرش اكمل عليه ويحصل له اندوميليشن ودراج ديفيشن. او ناقص الكارنيتين المركب نفسه اللي اسمه كارنيتين. برايمري مش قادر اصنعه. سكندري صنعته بس نزل يوري رينال فيلير. او عايز اكتر من الكميه اللي صنع بيها ده وقت ايه؟ البريكنس. او كابت 1 ناقص او كابت 2 ناقص. دول الاربعه اللي اسمهم ديس اوردرز اوف البيتا اوبزيشن. هيحصل ايه يعني؟ يعني في الاربعه هيحصل ايه؟ قال لك في الاربعه هيحصل حاجتين. اول حاجه تحصل يا زهير مش قادر اكسد الفادي اسيد. يبقى في نقص بالفادي اسيد ايه؟ اوبزيشن. ولو مش قادر اكسد الفادي اسيد هل هقدر اطلع ادري؟ يبقى كمان في نقص في الـ ATP production. هما الحاجتين دول اللي بيعملوا كل الأعراض. بروزه
بروزهم وحطهم عندك في الريسبشن. ادخل كده من بيه من باب البيت شوفهم في وشك على طول. حاجتين بيحصلوا في الديس اوردرز وفي البيتا اوبديشن. مش قادر اكسد فاتي اسيد يبقى اقلل الفاتي اسيد اوبديشن. ولو قلل الفاتي اسيد اوبديشن مش قادر اطلع اي تي بي يبقى في نقص في الاي تي بي برودكشن. طب لو مش قادر تاكسد فاتي اسيد ومش قادر تطلع اي تي بي هيحصل ايه؟ اربع حاجات. عد معايا. اول حاجه هيحصل نون كيتوتيك فاستنج هايبوغلايسيميا. يا ساتر يا رب يا ساتر على كلامكم. ما كلامكم ده اللي بيصعب. الكلام ده نون كيتوتيك فاستنج هايبوغلايسيميا كلمه غريبه قوي. بص معايا بص معايا ركز معايا قوي. احنا اللي قاعدين دلوقتي اهو احنا نورمال ولا عندنا مشكله في الفاتي اسيد ريشن؟ احنا نورمال اهو. لو احنا نورمال وصمنا وعدى علينا 10 ساعات من غير ما ناكل الجلوكوز زي ما هو ولا يبدا يقل؟ يعني احنا اللي نورمال اهو لو صمنا هيجي لنا فاستنج هايبوغلايسيميا. ده احنا اللي نورمال صح؟ بس احنا طبيعيين ونقدر ناكسد ايه؟ الفاتي اسيد. فلما الجلوكوز يقل هنعمل فاتي اسيد اوكسيديشن. وانا قلت لك كلمه واحطها على فوتانك وبرافو عليك. الفاتي اسيد اوكسيديشن معه انتاج للكيتون برضه. فلو احنا صبنا هندخل في فاستنج هايبو جلايسيميا فهنأكسد كيتون هنأكسد فاتي اسيد. ولما نأكسد فاتي اسيد هيطلع كيتون برضه. فاحنا النورمال هيحصل لنا حاجه اسمها كيتوتيك فاستنج هايبوغلايسيميا. احنا اللي نورمال ليه؟ جلوكوز قل اكسدنا الفاتي اسيد طلع عندنا كيتون بادي. فصايمين والجلوكوز قليل وعشان اكسدنا الفاتي اسيد وطلع كيتون بادي فاحنا اللي نورمال عندنا كيتوتيك فاستنج هايبوغلايسيميا. طب تعالى لشخص عنده واحده من الاربعه دول صام فهيدخل اوتوماتيك فين؟ في فاستنج هايبوغلايسيميا. لكن هو مش قادر يصنع هو مش قادر ياكسد فاتي اسيد وطالما مش بياكسد فاتي اسيد يبقى مش قادر يصنع كيتون بادي. يبقى الهايبوغلايسيميا اللي عنده كيتوتيك ولا نان كيتوتيك؟ نان. فاسميها نان كيتوتيك فاستنج هايبوغلايسيميا. ولا تاني انا بشرح لك ليه هيحصل عند الراجل ده نان كيتوتيك فاستنج هايبوغلايسيميا. هو مش قادر ياكسد ايه؟ فاتي اسيد. تعالى نشرح احنا النورمال. احنا النورمال اللي بيأكسد فاتي اسيد ثم هندخل في حاجه اسمها فاستنج هايبوغلايسيميا. لكن من كرم ربنا علينا بنعرف نأكسد ايه؟ فاتي اسيد. فهنعمل فاتي اسيد اوكسيديشن ودائما الفاتي اسيد اوكسيديشن مقترن بانتاج كيتون بادي. فأكسدنا فاتي اسيد وطلعنا كيتون بادي يبقى عندنا هايبوغلايسيميا وعندنا كمان كيتون بادي فاسميها كيتوتيك فاستنج هايبوغلايسيميا. ده في النورمال. ده احنا اصحى يا بايظ. طب الشخص اللي عنده مشكله من الاربعه هيصوم هيدخل برده في ايه؟ في فاستنج هايبوغلايسيميا. لكن مش قادر ياكسد كيتون بادي يبقى مش قادر ياكسد فاتي اسيد وبالتالي مش عارف يطلع ايه؟ كيتون بادي. فاسميها نان كيتوتيك فاستنج هايبوغلايسيميا. واسطه ولا مين مش وصلالي؟ طب نقولها تاني معلش مش وصلها للناس. انا طبيعي صح؟ صوم هدخل فين؟ هايبوغلايسيميا. عندي هايبوغلايسيميا هاخد طاقه منين؟ من الفاتي اسيد. دايما تكسير الفاتي اسيد معاه انتاج لكيتون بطن. فانا صوم دخلت في هايبوغلايسيميا واكسدت فاتي اسيد وطلعت الكيتون بطن يبقى عندي هايبوغلايسيميا وعندي كيتون بطن يبقى اسمها كيتوزيك فاستنج هايبوغلايسيميا. اللي عنده المرض ده صام دخل في هايبوغلايسيميا هل قادر ياكسد فاتي اسيد؟ يبقى ما عندوش. يبقى هو عنده هايبوغلايسيميا من غير كيتون بادي فاسميها نان كيتوتيك فاستنج هايبوغلايسيميا. حلو الكلام. طب تعالى نشرح ليه اس ان شاء الله ما يصيرش مجاعه ان شاء الله. مش عارف هو عيان ودخل في مجاعه كمان. هو عيان مجاعه مش استسلام. هو كان دخل في مجاعه طبعا اتاثر طبعا
ليه بياكل لايبو جلايسيميا؟ ايه سبب لايبو جلايسيميا؟ فاكر علاقة الفاتي اسيد اوكسيديشن بالجلوكوجينيسيس؟ كان الفاتي اسيد اوكسيديشن بتعمل ايه في الجلوكوجينيسيس؟ بتزودها. طب ما فيش فاتي اسيد اوكسيديشن يحصل ايه في الجلوكوجينيسيس؟ يبقى هو عنده الجلوكوجينيسيس قليلة. لو تفتكر الفاتي اسيد اوكسيديشن كانت بتحصل فاستنج والجلوكوجينيسيس بتحصل فاستنج. حاجة تحصل فاستنج تعمل ايه في حاجة زيها فاستنج؟ فالطبيعي ان الفاتي اسيد اوكسيديشن بتنشط الجلوكوجينيسيس. هو يا بنياتي مش قادر ياكسد فاتي اسيد يبقى ما عندوش فاتي اسيد اوكسيديشن فتقل عنده ايه؟ الجلوكوجينيسيس. طب فاكر الحاجتين اللي امبارح كاتبهم على البورد الحصة كلها وهم اللي بيدوا جلوكوز للدم وقت الصيام؟ اللي هم جلايكوجينوليسيس وجلوكوجينوليسيس. هنا الجلوكوجينوليسيس اكس مش موجوده يبقى الحمل كله على مين؟ على الجلوكوجين. الطبيعي ان الليفر جلايكوجين يكفيك 18 ساعه صيام ده الطبيعي بس عشان معاه جلوكوجينوليسيس بيساعده. طب لو انت سحبت على الجلوكوجينيسيس اكس على الجلوكوجينيسيس هل هيكفيك 18 ساعه؟ لا هو شايل الحمل كل واحده يخلص 4 5 ساعات. بمعنى انت ساعات الباشا بتعيش في الشهر سيادتك ب 10,000 جنيه تاخد 5 من باباك و5 من مامتك عشان اتنيلت على عينك في المدير اللي فات وجبت درجه وحشه باباك قال لك والله ولا مليم فبتاخد بس 5 من مامتك هيكفوك الشهر كله؟ ما في سورس اتمنع في حنفيه اتقفلت اللي كان بيدي جلوكوز للدم جلايكوجينوليسيس جلوكوجينوليسيس فكان الجلايكوجين يكفي 18 ساعه. طب انت سحبت الجلوكوجينوليسيس وعايش بس بالجلايكوجينوليسيس هل هتكفي 18 ساعه؟ اكيد اقل وبالتالي هيزيد البريك داون اوف الجلايكوجين هحمل على الجلايكوجين اكتر. ليه؟ مفيش غيره لان سحبت الجلوكوجينوليسيس. فلو قال لك ليه هنا بيحصل سحبت الباشا نون كيتوتيك فاستنج هايبوجلايسيميا فصل الاول الهايبوجلايسيميا سببها ايه؟ سببها ان مفيش جلوكوجينوليسيس وسببها ان زاد اعتمادي على الليفر جلايكوجين حصل له رابيد بريك داون. طب ليه الهايبوجلايسيميا نون كيتوتيك؟ عشان مش قادر ياكسد فاتي اسيد وعشان مش قادر ياكسد فاتي اسيد ما عندهوش كيتون برضه فاسمها كده نون كيتوتيك فاستنج هايبوجلايسيميا. تعالى اللي بعدها انا بقول الكلام ده في الامتحان والله في الامتحان هيحصل كمان هايبر امونيميا. هايبر امونيميا الامونيا دي وعلى فكره الامونيا دي توكسيك للبرين فالهايبر امونيميا دي ممكن توصله لدف كوما ودف ويلتحق بالرفيق الاعلى. عارف دي بنسميها ايه؟ هتاخدها في الاطفال ان شاء الله اسمها sudden infant death syndrome. sudden infant death syndrome is the IDS. يعني احنا عندنا في القصر العيني واحده من اكبر مستشفيات الاطفال في العالم اسمها ابوريج. شوف بقى العجب حالات عمرك بتشوف ناس اجانب بيجوا من بره عشان يتعلموا فيها. ليه؟ حالات ما نادره ما بتشوفهاش غير في المستشفى دي. فوانت قاعد تجيلك الام بتعيط الحقني يا دكتور الحقني الواد كان زي الفل الواد كان 100 100 ما كانش عنده ولا شويه برد رضع مني سيادتك ونام نام ما امش نام ما امش صادق انفكت. اللي حصل ايه؟ العيل ده عنده مرض من الاربعه فمش قادر ايه ياكسد بنيان ونام وسحب في النوم عدى عليه 10 12 ساعة عيم الواد بيحلم بياكل رز مع الملايكة مع نفسه. أنا شغال ما عندوش لا كورس 6:30 ولا عنده حاجة فبراحته الراجل يعني شغال. اسحب يا معلم. كان في واحد زميلي في المصعب غريب قوي. قال كان بقاله 3 أيام ما بيجيش. قلت له كنت فين؟ قال لي أصل أنا بنام 3 أيام ورا بعض وأصحى يومين. قلت له 3 أيام بتاخدهم مرة واحدة كده؟ قال لي أه والله مرة واحدة. قال لي أنا نمت من الثلاث صحيت الخميس. طب البيبي قال لي ما فيش طب الميه الاكل هو تاكي يا معلم تقول لي البيت طب لو قفلت انت عايز وانت نايم تعمل ايه؟ غريب والله العظيم بينام ثلاث ايام وقال لي انا كده على طول انا كده طول عمري انام ثلاث ايام واصحى يومي فتوشك كده عجب قال لي ايوه في ناس بتنزل وبتاع ذات ونايم عادي وانا لا
فده قالولنا فسحب زيادتك 10 12 ساعة نوم. بتريل 10 12 ساعة نوم هو بيضعف هو نايم. فالجلوكوز ايه؟ بدا يقل دخل في هايبو جلايسيميا. جي اكسد فاتي اسيد معرفش. ليه معرفش؟ عنده ديس اوردر في الفاتي اسيد اوبريشن. ايه البديل التالت بعد الجلوكوز والفاتي اسيد؟ بروتين. بروتين. فبيأكسد البروتين. واكسدت البروتين بتطلع ايه؟ امونيا. فالامونيا رايحه فين يا ماما؟ عادي يا ماما. رايحه فين يا ماما؟ ستة داون يا ماما. بقول لك الراجل بيموت. ستة داون. ستة انتظري. ولا حركه قعدت حركه. لما الراجل بيموت زي ما هو ماشي. ده داخليه الطب دي. دي ملاك الرحمه. بقول لك بيموت زي ما هو ماشي يا باشا. فمش قادر ما عندوش ريكورد فيها وبلازينس. ومش قادر يأكسد ايه؟ الفاتيات. راح ماكسد مين؟ البروتين. اكسدت البروتين بتطلع امونيا. الامونيا زادت ودخلت البرين وبوظت البرين ومات وهو نايم. بس مصدق لما الام تقول له الدكتور الحقني الواد نام ما قامش. ده ممكن يكون امكان ديفيشنسي. يعني شخصته بعد ما التشخيص بعد ما ده ممكن كان ام كانت فيشنس وما كناش عارفين. لا صادق ام كانت فيشنس. فبيهايبر امونيميا سببها ايه يا حبي؟ سببها ان في بروتين كاتابوليزم بيتكسر البروتين وده طلع امونيا ودي توكسيك فور ذا برين. انا اعمل فحص لكل الناس. احنا معانا فلوس احنا يا عم صلى احنا في وطن عربي يا عم حاجة. يموت يا عم في غيره كتير. حصل ايه يا عم؟ انا في مصر كل 10 ثواني عندنا مولود. دي ايه المشكله يا عم؟ 1 2 3 4 5 لما تبقى رئيس الجمهوريه 9 10 ايه كمان هيحصل؟ ماسل ويكنس. وكمان ما يوجد لوبينيميا وما يوجد لوبينوريا وممكن اطرب في الماسل وممكن عضلة القلب تتأثر. اسمه كارديو مايوباتي. كلمات احنا قلنا المرض ده في نقص بالفاتي اسيد اوبليشن وبالتالي في نقص بالاي تي بي برودكشن. احنا قلنا قبل كده في مرض وانت فاكره كويس لما بيقل الاي تي بي برودكشن التيشوز اللي ليها هاي انرجي ريكويرمنت بتتاثر اكتر. المرض اسمه ايه اللي فداه؟ اسمه ايه المرض؟ كان في اي دي سي ميتوكوندريا المايوباتي. احسن فاكر الميتوكوندريا المايوباتي؟ اللي كان في ميوتيشن في الميتوكوندريا دي ايه؟ ومش عارف اصنع الكومبوننت وفي الاي دي سي فالاي دي بي بيقل فالمصر بتتاثر. ما نفس الكلام انا مش قادر اصنع اي تي بي فالاي تي بي ال مين يتاثر؟ التيشو اللي محتاجه اي تي بي كتير زي المصر فيحصل ويكنس ضعف ممكن اتروفي وممكن المصل سيل تفرقع. المصل سيل تفرقع والكونتنت بتاعتها تروح للدم. يعني المايوجلوبين يبقى في الدم ده اسمه مايوجلوبينيميا وينزل في اليورين المايوجلوبين مايوجلوبينوريا. وممكن الكلام ده يحصل في عضله القلب ده اسميه كارديو مايوباثي. كارديو يعني قلب. اوباثي يعني ديزيز يعني عضله القلب تبوظ. يعيش ده ولا يلتحق في رفيق الاعلى؟ يلتحق في رفيق الاعلى. كارديو مايوباثي مين قال يعيش؟ فمصل ويكنس ومايوجلوبينيميا ومايوجلوبينوريا. مفيش اي تي بي. مين يتاثر بنقص الاي تي بي؟ عضلات ان عايزه كميه كبيره دي حصل فيها ويكنس واتروفي دمور وفرقعت والمايوجلوبين راح اليورين مايوجلوبينوريا وممكن كمان عضله القلب تبوظ. ايه كمان؟ يقول لك لو الكوز كابت وان يعني لو الكابت وان هو الرايس ممكن يحصل فاتي ليفر يحصل له ظهور على الكابت. جت في ليه يعني؟ ده في كوما وديث وملوث وجت يعني على الفاتي ليفر ماشي. لو كابت وان رايس ممكن يحصل فاتي ليفر اللي مش قادر اكسد الفات فيتراكم الفات في الليفر فيحصل فاتي ليفر. يبقى الاعراض عندي اربعه والنبي المرض ده جاي في امتحان مفهوم لك بالعشر. بقول نون كيتونيك فاستنج هايبوجلايسيميا او بلاش من دي ابدا من فوق. سبب الاعراض ايه؟ مفيش فاتي اسيد اوكسيديشن وبالتالي مفيش اي تي بي. دي سبب الاعراض كلها. ايه الاعراض؟ نون كيتونيك فاستنج هايبوجلايسيميا. فسر كلمه كلمه. ليه هايبوجلايسيميا يا روان؟ مفيش فاتي اسيد اوكسيديشن تقل الجلوكوجين
وعشان ما فيش جلوكوجينيسيس بيحصل رابيد بريك داون للجلايكوجين بتاع الليبر. فهذا يعمل ايه؟ هايبوجلايسيميا. ليه الهايبوجلايسيميا يا هاشم نان كيتوتيك؟ عشان مش قادر ياكسد فادي اسيد، فمش قادر يطلع ايه؟ كيتون بارد. بس مع نان كيتوتيك فاستنج هايبوجلايسيميا. كمان هيبقى عنده هايبر امونيميا. ليه هايبر امونيميا؟ الجلوكوز قليل ومش قادر ياكسد فادي اسيد، راح مكسر مين؟ تكسير بروتين طلع امونيا توكسيك فور ذا برين. ممكن تعمل ده محفظه صادق انفنجنس جروب. كمان مفيش اي تي بي، بيحصل ماسل ويكنس واتروفي ومايوجلوبينيميا ومايوجلوبينوريا، وممكن عضله القلب تتاثر، ده اسمه كارديو ايه؟ مايوجلوبين. ولو كان كابت وان نايس يحصل له حاجه على هامش اسمها ايه؟ اسمها فاتي. الراجل ده نعالجه ولا نسيبه يموت؟ نعالجه. الراجل ده اقول له يصوم ولا ما يصومش؟ ويروح النار؟ لا. يموت ولا يروح النار؟ لا مش هيروح النار يا عم، عنده عذر. افويد الفاستنج لكل الانواع، يعني الاربع انواع كلهم يا افويد الفاستنج. ويا روان يعمل سيفير اكسرسايز ولا بلاش؟ اقول له يعمل سيفير اكسرسايز؟ طب اسم مصر يا روان، طب اسم مصر، اسمه مصر ما يعملش اكسرسايز، ما ينافسش ويجيب ميدالية مصر. محمد صلاح ما يرفعش الكاس ويرفع اسم مصر، ده لا مصر بلا وجع هتموت يخرب بيتك. انت ولا مصر؟ انت اهم. يأفويد اي اكسرسايز، لان وقت الاكسرسايز انا بخلص الجلايكوجين بسرعه، فالمصر تعتمد على ايه كمصدر الطاقه؟ فادي اسيد. وهو متنيل على عينه ومش بيأكسد فادي اسيد، اوعى تعمل سيفير اكسرسايز. افويد الاسترينوس، كلمه الاسترينوس يعني سيفير. فكل الانواع افويد الفاستنج والسيفير اكسرسايز، كلهم افويد، كل الانواع لا تسوق ولا تعمل سيفير اكسرسايز. طب لو الكوز نقص الكارنيتين، خلاص يا عم اديله اورال كارنيتين. لو الموضوع موضوع كارنيتين اديله كارنيتين ويخلص. مين بيروح الجيم؟ اللي بيروح الجيم كده بترمرات كده، ممكن تدخل جواها كده وتطلع ياخدوا كده حاجات كتير قوي. لو قريت الانجريدينت اللي موجوده في العلبه البرتمان ده هتلاقي فيها كارنيتين، يعني بتوع الجيم بياخدوا كارنيتين. والكارنيتين ده بيساعد على الفاتي اسيد اوكسيديشن. خليك معايا هنا، فالكارنيتين بيهلس الفاتي اسيد ايه؟ اوكسيديشن. فلو المشكله نقص الكارنيتين اروح مديله ايه؟ اورال كارنيتين. طيب الراجل ده اقول له يزود فات ولا احسن يزود كربوهيدرات؟ كربوهيدرات. يبقى انكريز الكربوهيدرات انتيك. هو عنده مشكله في اكل الدهون لكن الكربوهيدرات ماشيه زي الفل، بقول له يا عم زود ايه؟ زود كربوهيدرات انتيك، لان الكربوهيدرات ما عندكش مشكله معاها خالص، الكربوهيدرات تمام. طب كل ممنوع مرغوب دايما كده، كل ممنوع مرغوب، يعني هو ممكن ما يكونش مثلا بيحب الدهون، لما تقول له ما تاكلش دهون بقت احلى اكله في الدنيا. مريض السكر ده ممكن ما يكونش ضايع حلويات، تقول له عندك السكر وبطل حلويات تلاقيه فتح، ده هو احسن حاجه في الدنيا. فانت هتقول له كده كتر كربوهيدرات وما تاكلش دهون، قال لك انا بحب دهون. طب لو هيديله دهون احسن لونج ولا شورت وميديوم؟ لو لازم يعني دهون اسمعيني للاخر، اديله شورت وميديوم اتشين فاتي اسيد عشان مش عايزين كارنيتين، بس ما يكونش امكاد ديفيشنسي، ما يكونش امكاد ديفيشنسي، لان لو امكاد ما ينفعش مع الميديوم. يبقى خلي بالك في علاجات تنفع للكل وفي علاجات لناس وناس لا. فكل جروب هقول له افويد الفاستنج وافويد الاكسرسايز لكل ناس، ولو المشكله كارنيتين ديفيشنسي اديله اورال كارنيتين. يبقى دي اورال كارنيتين، الكارنيتين ديفيشنسي بس. كمان كل جروب زود كربوهيدرات، ولو سيادتك عايز تاكل فات احسن توصي ايه؟ بالشورت والميديم شيف فات، بس ما تكونش عندك ام كات ديفيشنسي. يس. بنحلل الانزيم، بنشوف كميه الانزيم عنده ايه، فالام كات ده بيتحلل.
خلصنا الديسوردرز وبالبيتا اوكسيديشن. تعالى بيرمزي زومل بيتا اوكسيديشن. لسه هنعمل خلاص نوع بيحصل بالميتوكوندريا وده الاهم، ونوع بيحصل في البي روكسيزوم. احنا خلصنا بتاع الميتوكوندريا، عايزين بقى بتاع ايه؟ البيروكسيزوم. اسمه بيروكسيزومال بيتا اوكسيديشن. قال لك هي بالظبط زي الميتوكوندريا، بالظبط زي مين؟ الميتوكوندريا، بس بتفرق في ثلاث حاجات. تفرق في ثلاث حاجات لازم نعرفها. اول حاجه قال لك اك اون الفيري لونج تشين فاتي اسيد more than 20 carbs. يعني مش شغال على اللونج، شغال على مين؟ على الفيرو. الفيرو more than 20 carbs. ادي اول فرق. الفرق الثاني قال لك الفات اتش 2 اللي بيطلع منه not linked to ATC. يعني الفات اتش 2 اللي طلع منها ما يروحش للاي تي سي، ما يروحش ايه للاي تي سي. وما مصيره ايه؟ قال لك باخد منه الهيدروجين واديه الاو 2، اروح مكون H2O2. بس ده توكسيك، توكسيك لما تخصص. مش انت في البيروكسيزوم عندك انزيم اسمه بيروكسيديز يكسر. يبقى اول حاجه مش شغاله على اي فاتي اسيد، شغاله بس على مين؟ على الفيري لونج اللي هو اكتر من 20 كربون. حاجه ثانيه الفات H2 الناتج منها ما يروحش الدي سي، يدي الهيدروجين لـ O2 ويعمل حاجه اسمها ايه؟ H2O2. ما تتخضش بقى، بكسره بالبيروكسيديز. ايه كمان يقول لك؟ كانت يعني كونتينيو تيل ذا اند، ما بتكملش تيل ذا اند. دي بتستوب لما الفادي اسيد يكون فيه 8 كربون، طبعا عند 8 ايه كربونات، واللي فيه 8 كربون بسميه اوكتانويل كوي. اوكتا يعني 8. طب مصيره ايه الاوكتانويل كوي ده؟ يروح نكمل بقى ميتوكوندريال بيتا اوكسيديشن. عشان كده قلت لك ايه؟ لما بتعمل بيروكسيزوما وراها بتكمل ايه؟ ميتوكوندريا. يبقى ثلاث فروقات ده احفظهم مع بعض. بيجي في الامتحان الديفرنسز ما بين البيروكسيدومال والميتوكوندريا. اولا شغال على مين؟ على الفيري لونج تشين 20 كربونه فيما اكثر. كمان الفات اتش 2 نوت لينك تو اي تي سي، بيدي الهيدروجين بتاعه الاو 2 عشان يعمل اتش 2 وما تتخضش منه، بكسره في انزيم اسمه بيروكسيد. كمان مش بتكونتينيو تو ذا اند، بتستوب عند كام كربونه؟ 8، واسمه اوكتانويل كوي. ايه مصير هذا الاوكتانويل كويك؟ يروح داخل ميتوكوندريال بيتا اوكسيديشن. يبقى ثلاث فروقات ما بين البيروكسيزومال والميتوكوندريا. في مرض مرتبط بالبيروكسيزومال بيتا اوكسيديشن يسمى ديلفيجر سندروم. الناس بتنطق وتقول ديلفيجر، بس بتدرس الماني ما بتنطقش كده. النطق صح تلفيا، صح كده؟ تلفيا. لكن كل الكليه يا بنتي يا جوليا بيقولوا زيلفيجر، فاحنا شغالين مع الكليه يا بنتي ولا لا؟ لكن ما اسمهاش زيلفيجر. زيلفيجر ده نطق خاطئ، سلفيجا. اسمها سلفيجا سندروم، بس انت طبعا لو قلت لهم سلفيجا الناس كلهم مش هيعرفوا. فبنتي يا بنتي عينين لسانك كلهم زيلفيجر، ما هتعملي ايه؟ هم كلهم بيقولوا كده. لكن لو طلعتي بره مكان محترم وقلت زيلفيجر هيمشوك من البلد. سلفيجا. اسمها سلفيجا سندروم. ده جيناتيك ديزيز. مرض وراثي. سببه absence of البيروكسيزوم، لان الواحد مولود من غير بيروكسيزوم، ما عندهوش بيروكسيزوم. طب لو ما عندهوش بيروكسيزوم هل يقدر يعمل بيروكسيزوم البيتا اوكسيديشن؟ لا. هل يقدر ياكسد الفيري لونج تشين فاتي اسيد؟ لا. فيحصل اكيوميليشن للفيري لونج تشين فاتي اسيد. بص فين؟ برين ليفر كيدني. اكيوميليشن للفيري لونج تشين فاتي اسيد فين؟ برين ليفر كيدني. برين يحصل له نيورولوجيكال مانيفيستيشن، اعراض عصبيه. ليفر وكيدني يحصل له ديس فانكشن، يعني اضطراب في الوظيفه. مره كمان هو مرض سببه ابسنس اوف مين؟ بيروكسيزوم. فما عندوش بيروكسيزومال
بيتا اوكسيديشن فيحصل اكيوميليشن لفيري لونج تشين فاتي اسيد معاها فين؟ برين ليفر وكيدني. برين يحصل له نيورولوجيكال مانيفستيشن، ليفر وكيدني يحصل له ديس فانكشن. ايه البروجنوزز؟ عارف يعني ايه البروجنوزز؟ توقعك ايه؟ هيموت عند 18 شهر ويلتحق بغفير الاعلى. شوفكم بكره ان شاء الله. لا بكره اجازه. شوفكم السبت. والسبت امتحان ان شاء الله. تعالوا ونكمل.